كسر قلب البنت سهل، بس لم الشمل صعب. جزء أول عشق عالي، جزء تاني دموع وراب. والوجع في سنين طويلة بيبدل 100,000 حب، والندم على شخص راح سد باب لشخص جاي. واللي فاكر نفسه ناسي قلب واقف بس حي، واللي عاش بيدي أكتر مستحيل تلاقيله زي. ردها ازاي بتعصر كل شيء، ازاي بتستسهل دموع بتستأذن عشان تلمعها فتعاتب. مسك القلم وراح قوام كاتب، رأيتك في غضون الليل والظلمة وما أعظمها رؤياك. كتبتك في القصيدة شطر وفي انتظار ألقيه وألقاقي. تماديت في عقوباتك ولم تجبر مساعي لأحتضنك وأرعاقي. تذكرت بدايتنا فأيقنت بأني صعب أنساك. توحدت مع القصة فقصتها على السمعين، فمن صفق ومن أدمع ومن شمت في آزايا وفي آزاك. ما صدقتيش، ما صدقتي. اهلا بيكم مشاهدينا وحلقه جديده من سكت وفنجان. اهلا بيك يا نهى، مبسوطه ان انا معاكي النهارده. يخليك. اهلا بيك يا احمد، نورتنا. ازيك يا ولاء، عامله ايه؟ اخبار سكت وفنجان ايه؟ ازيك يا احمد. سكت وفنجان على ايديكم بيعلى وبيكبر، ومن خلال برنامجنا بنحاول ان احنا نوصله للناس باكتر من طريقه. وانا بفضل الله شايف ان في 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 مقابله للناس اللي سكتوا فنجان كويسه، وفي تفاعل وفي تركيز، وفي فكره ان انا باخد خطوه ثم خطوه ثم خطوه ثم خطوه، اللي هو ما بنموتش على الخطوه اللي احنا بنعملها، لا احنا بنطلع خطوات قدام عن طريقكم. وفي حاجات كتير قوي جدت، مبسوط بيكم ان انتوا ضميتوا للديوان او عملت له قاعده. الحمد لله كبرتوه. وعشان طبعا كلامك اللي انت بتقوله ده، بقى عايزين نكمل النقطه اللي احنا وقفنا عليها الحلقه اللي فاتت بتاعه الام. ولا كانت سالتك قالت لك مين اكتر حد بيدعمك نفسيا؟ قلت ماما. انسانيا ماما. عمليا هو عمليا بيدعمني، هنقول كل واحد عملت معاه عمل مشترك. تمام. سواء مطرب، سواء ممثل، سواء شعراء، سواء ملحنين، سواء موزعين، سواء مهندسين إضاءة، سواء مهندسين صوت، كل الناس ديت أكيد برضو في بصمة. يعني هو جدار كبير جدا في 1000 طوبة. حلو. ممكن 4 أو 5 بنوا في طوبة، ممكن واحد ليه طوبة باسمه، ممكن طوبة لاسمين، أو واحد أخد 3 أو 4 طوبات فيهم. تمام. لحد ما ربنا يسهل كده ونبني الجدار لآخره يعني. طب نكمل يا ولاء، دول ماما، دول الأم. القصيدة بتاعت ايه بقى اللي انت عايز تقول لنا النهارده للأم؟ انت قلت لنا النهارده مجهز حاجة حلوة قوي للأم، فقول لنا هتسمعنا ايه النهارده للأم؟ بمناسبة سؤالك كان صعب جدا، وكان ما كانش ليه رد تاني. مين أكتر حد وقف معاك إنسانيا؟ فكان أمي. ولو كان سعنا الوقت في الحلقة اللي فاتت كنت قلت لها القصيدة دي، قصيدة بتدعي لي، هي إهداء لأمي وإهداء لكل أم مصرية، وإهداء لكل أم متوفية، وإهداء لكل ابن عاق سكن أمه في دار مسنين. اتفضل يا اتفضل يا. قالوا لك شاعر الجامعة، ده بفضل ربنا. وأم الاستجات مدغدغها طالع وتد وزي أم. قالوا لك معشوق البناويت ترد بهق، ده حلتم. مفتتح القصيدة غريب وأنا قاصد ليه. قمة عجز كل الشعراء لو كتبوا عن أمهاتهم كلمتين، ولو كتبوا ما كتب. سيبقى مشهد الرضعة وأول سقية تنساء اللبن أمي مخيلتي. سيبقى الشهد من فمها
وأول قبلة في جبيني محتفظ بها صورتي. وكل خميس لما اركب ترام الرملة واتوبيس وست كبيرة واقفة يا عيني مش لاقية يا دوب كرسي أنط وأقوم وأقعدها وأدعي يا رب يساعدها، وأخاف أمي تكون زيك في نفس الوضع فجري عليها من الخضة ألاقيها بتتوضى وتتهجد وتدعيلي، وأكون راجع لوش الفجر وهي كارهة تأخيري وتدعيلي، وطيش الشاب لما يزيد بيقلب عند، طيش الشاب لما يزيد بيقلب عند، ومعروف عني إني عنيد واخداني التوهة والسكة والبنات والشعر، وهي مع الليالي السعر فوق عند ربي فوق بسجدتها وتدعيلي. عمري ما انسى وانا صغير يوم ما الابله ضربتني عشان افصل تسكتني، قالت له اطلب واتمنى كانك جوه في الجنه، وكان ساعتها نفسي في ايه؟ نفسي في ايه؟ في التفاح الامريكاني، وكان غالي، وكنا ساعتها اخر الشهر، اخر الشهر جيب مخروم بينزف دم، وفي سرها بتقول لي اتلم، لكنها وفت معايا بوعدها ودخل البيت عشان افصل تغني لي، ورغم اعلانها افلاسها مع أول قطمة للتفاحة بسناني ساعتها كانت بتدعي. بحسك بحسك نجمة تتخفى في حضن الليل تضميني عشان بردان، بحسك آية من القرآن، بحسك صوت إمام مسجد بيوعظ مسلمين لله، وطول عمرك راضية يا أمي بالاسم، لا طالبة المال لا طالبة الجاه، ولما بنعي أنا وأخويا ورغم إننا شحطين بتبقي لكل حد دواه، وتتحايل على وجعنا عشان يمشي، يا إما ألمنا تتألمها قبلينا ولا تستحمل مني في مرة قولت آه، قالولك بصي قدامك لأحلامك فضلتي تزرعي فينا ما بخلتيش، قالولك وزعي الطيبة طمعتي فيها خدتيها ما وزعتيش، فالتفاصيل في قصة أم وولادها تطول والطول، بحسك أنت يا مايا ملاك ورسول، ويا ويلي يا ويل ويلي في البعد عنك عشان عايشة بتدعي. أما بقى اللي أمه ماتت فما يعتبرهاش إن ماتت، أو مش موجودة جسدياً ولكن عايشة جوه القلب حسيا، فالفرق بس لما تتكلم معاك تبقى انت ساكت، فالأم ماتت ما يعتبرهاش ان ماتت، زور قبرها حسس على التربة واقرأ لها الفاتحة وانسى بقى الغربة ونشف دموعك من الجذور، واوعى تبكي اوعى تبكي، انت جاي بس تحكي عاملة ايه؟ اخبارك ايه؟ وحشاني يا امي. عاملة ايه؟ اخبارك ايه؟ وحشاني يا امي. وتركب هدومك وترجع بقى لبيتها وبلهفة تجري الباب أوضتها فتستأذن، هتفتح لك هتلقى ريحة عطرها مالية الحاجات، فترص لها دواليبها وتفرش لها الملايات وتنفر عنكبوت السقف والمرايات، مفيش حد مات مفيش حد مات، وانزل اعمل صدقة جارية ما هو كله من خيرها، وفي كل عيد أم اشتري ليها الهدية وحطها لها فوق سريرها، وفي رمضان وقت المغرب لما المدفع يضرب بوم وعزمت عيلتك على الفطار حضروا وجم، سيب كرسي فاضي على السفرة ده كرسي الأم، اوعى حد يلمسه دي من الآداب، وحط صورة من صورها ولا أقول لك حط شالها أي حاجة لأجل ما تحسش في لحظة بالغياب، وسيب تحت مخدتها فلوس، وفي كل عيد اسحب كده قرشين دي عديتك وسلم وبوس، وعلم مراتك تعمل الكحك السجاط، وارجع بقى للذكريات كنت تتحايل عليها تعمل البسكوت معاها بالسعادة. يا كل واحد حط أمه في دار مسن، أنا نفسي قلبك يوم يحن، جزاءها بعد ما كملت فيك بالسنين تساويها باللي ما خلفوش، قبل النهاردة ما كنت أصدق إن في يوم مسلمين من ربنا ما بيخافوش، اجري لأمك خدها يلا تحت باطك بوس إيديها وبوس كعبها، من حقها تتحامى فيك، إزاي يا ابني في يوم تسيبها، من حقها تتحامى فيك، تشقى فيك طول السنين وأنت بسهولة تهد اللي ملهوش خير في أمه، والله ملهوش خير في حد بتدعي. بكتنا يا أحمد، طلعونا فاصل يا جماعة نهدى شوية ونرجع تاني. رجعنا لكم بعد الفاصل، الدنيا هديت معانا شوية، هنكلم أحمد بقى النهاردة. النهاردة سكتوا فنجان بابه مختلف، النهاردة بنتكلم عن الفراق. مفيش حد فينا ما تقرصش من الفراق، حبيب حبيبة أب أم أخ أخت، حتى فراق الشخص من نفسه. سكتوا فنجان النهاردة بيتكلم عن الفراق إزاي؟
سكتوا فنجان بيحتوي على ثلاث قصايد للفراق، ما صدقتيش ورحمه وارجعي لي، ما صدقتيش لما كتبتها كنت عاوز اقول للبنت اللي انا فرقتها. مين سبب الفراق، انت ولا هي؟ الظروف. الظروف. ما مش هجيب عليها الغلط ومش هبرق نفسي، فهي هنقول الظروف وهنقول ان في اختلافات كتير، فاللي حصل ده نصيب، علشان هي تقابل حد ينفع يكون زوج وانا اقابل واحده تنفع تكون زوج. احيانا الفراق بيخلينا نقابل الشخص الصح فيما بعد، تمام، بس وقتيا ما بنستحملهوش، وقتيا بيبقى صعب، تقفل على نفسك الاوضه، ده انا بتبقى كده تكتئب بقى، او شعرك يبقى كده، او 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 تحس ان الدنيا هو بيبقى نقطه فرقه، بتحس ان الدنيا بقت سودة عتمه، بس هي بتبقى لحظه وقتيه. فيما بعد ربنا سبحانه وتعالى بيديكي بقى النعمه بتاعته، اللي هي نعمه ايه؟ بصيره، النسيان والحكمه، والسنه اللي بتبقى بعد سنه، الخبره، البصيره زي ما انت قلتي، بيديك بقى من نعم وفضله كتير، علشان خاطر تقدر تنسى ده. هتقدر تنسى ده صعب، ولو مر 10 15 سنه صعب، ما بيتنساش، لان هي حلقه زمنيه، فتره زمنيه عدت عليك، وكانت فتره كانت وقتها يعني من اعظم ايام حياتي ومن اجمل ايام حياتي. بتوجعك امتى الفتره دي؟ لما بتمشي في نفس الشارع اللي كنت ماشيه معاه فيه، بالظبط على نفس الرصيف، مظبوط، تحت المطره، تحت البلكونه، بتعدي على يافطه واثنين وثلاثه، بتفتكر بالذكريات، كنت واقف هنا، كنت فرق توقيت مش اكتر، فرق توقيت مش اكتر. الحاجات دي هي اللي بتقتلك بقى بعد كده. حلوه فرق توقيت دي، تنفع قصيده بتوجع. يعني افهم من احمد كده ان انت بتقول في فرق ما بين شعور الولد والبنت في حكايه الفراق، بتختلف الولد بيحس اكتر ولا البنت، ولا مبقاش فارق؟ البنت قلبها بيتكسر بسهوله جدا، وبتتعب نفسيا فتره اطول من الولد بكتير، دي حقيقه. والولد مش هنقول ان هو عديم الاحساس او بينسى بسرعه او اسرع والكلام ده كله، بس سبحان الله ربنا جعل الانثى ارق من الولد واضعف منه. لا مش اضعف، بس ارق، ماشي، اضعف منه، بس هم بيحاولوا كانثى ان هي بتبان انها قويه، بس هي لو تقفل على نفسها الاوضه وبينها وبين نفسها والدنيا ضلمه هتعيط، والعياط مش هينتهي، بس اول ما تفتح الاوضه وتطلع للناس لا ولا حاجه ولا يهمني. لا طب ايه رايك نطلع نسمع رحمه ونرجع نكمل؟ نطلع نسمع رحمه. اللي آسف حب واحدة ما تستاهلش، زي تايه راح يدور عالمكان، ولو حتنحازوا البنية رقيقة مرة، في ألف غيرها بينهشوا بعضة سنان. اللي يسهر بالليالي فكر فيكي، باع عشانك كل حاجة وفضل انه يشتريكي، واللي كان ظهرك وسندك كان حميكي، ربك حيقبل دعوته في ساعة الأذان. اللي تحرم يوم حبيبها انه يطمن عليها، اللي تحرم يوم حبيبها انه يطمن عليها، واللي تبخل بالمشاعر رغم احتياجه ليها، واللي تهرب بره حضنه رغم انه كان شريها، انه شاعر ألمه يوصف الامتهان. ولو قصدتي عن تعمد تخدعيني، لو قصدتي تهدري عمري وسنيني، درس وتعلمته منك مش حيمحيه الزمان. لو قصدتي عن تعمد تخدعيني، لو قصدتي تهدري عمري وسنيني، درس وتعلمته منك مش حيمحيه الزمان. ومهما كان ليك اشتياقي، فالمشكلة هي كرامتي وكبريائي، ومهما كان ليك اشتياقي،
فالمشكلة هي كرامتي وكبريائي. أنا سبتها لكني لسه بحبها. سبتها لكني لسه بحبها. لكني لسه بحبها. سبتها لكني لسه بحبها. مين رحمه يا احمد؟ رحمه دي صاحبه القصيده. تمام. عايز حاجه ثانيه؟ بس انت جاي عليها. انا عايز لسه هقول لك جاي عايز اقول لك ان معظم الفراق بيبقى ان البنت بتبقى متمسكه جدا بالشخص، بتتحمل ظروفه، يعني بتتقبل اي حاجه. امبارح يعني تقريبا انا لسه امبارح سامعه على السوشيال ميديا قصه اتنين بيحبوا بعض، البنت اتجوزت، اهلها غصبوا عليها جوازها، ده كده كتير، وفي اول جوازتها اتطلقت، وحاول الولد يتقدم لها تاني ان هو يتجوزه، اهلها رفضوا، البنت انتحرت، بعدها تاني يوم على طول الولد انتحر. دي قصه حقيقيه. تمام. فالبنت دايما هي اللي بتضحي. انت بقى جاي على الرحمه ليه في القصيده دي لو سمحت؟ كلمه دايما، كلمه دايما دي بتعمميها على 100 مليون؟ لا مش 100 مليون بس. حلو. احنا بناخد الغالبيه العظمى. طيب الغالبيه العظمى ان البنات اضعف من الولاد، وان هم بيفضلوا متمسكين، وان هم ارق، وان هم اكثر طبعا بما انهم انثى فهي اقرب حد للوجع والكسر والكلام ده كله. تمام؟ تمام. لكن تعالى نتكلم على الحته الشاذه اللي هو ممكن الولد يبقى عمل عشان حبيبته كل حاجة وتمسك بالقصة عشان تكمل للنهاية وبكل قوة، وتغاضى وعدى حاجات كتير جدا عشان القصة تكمل وتكبر للنور وتطلع ويبقى فيه ذرية صالحة وأولاد، وهي كانت بتبعد وهي ما كانتش بتتجه لفكرة ان احنا نقوي العلاقة ونقويها. مش بتساعدك، ما كانتش بتساعد العلاقة. فكرة مساعدتي انا، ربنا اللي بيساعد. أول علاقة يعني إيه؟ يعني أحتوي، يعني أكبر، يعني أشوف الميزة وأويها، يعني أشوف الحاجة اللي أحمد ما بيحبهاش عشان هي الدنيا كلها بتقول إن هي غلط وأبعد عنها ما أعملهاش، مش عشان خاطر أنا حابة أبقى في حتة معينة أكسر القواعد الاجتماعية والأخلاقية. ففي حاجات كده أنا مش هينفع أقول لك اللي حصل إيه، بس إحنا بنتكلم بنورمال بشكل عام. أوكي، يعني أفهم من كده إن أحمد بيقول إن الاهتمام والاحتواء هو الحب. طبعا. طب انا عايز اسالك سؤال يا احمد. حاجه، في ناس بتقول ان الحب طريق والجواز طريق تاني. فعلا كده؟ بنسبه 90%. محدش بيتجوز اللي بيحبه ومحدش للأسف بيحب. بس في احنا وقت الحلقه انتهى. إيه ده؟ إيه ده؟ للاسف إزاي؟ الحلقه خلصت. لينا تكمله، هنكمل موضوع الحلقه الاسبوع اللي جاي. انتظرونا ونشوف الحب طريق والجواز طريق اخر ولا لا.